وتمام كده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وعلى مدار 300 فيديو اللي فاتوا، احنا خلاص داخلين على 300 فيديو على قناتنا، فكان معظم الفيديوز او ممكن نقول 99.9 من الفيديوز كانت عن موبايلات اندرويد، كانت معموله عن مواضيع خاصه بعالم اندرويد، وما قربناش قوي من عالم ابل والاي او اس والكلام ده كله والدنيا بتاعه ابل دي الا في كام فيديو، كان منهم فيديو في بدايتي على يوتيوب على ما اتذكر. ولكن ساعتها كان عندي اعتقادات وكنت متعصب لعالم اندرويد، كنت اندرويدي حتى النخاع، كنت بفكر اللي هو انا عمري في حياتي ما همسك موبايل ايفون، او عمري في حياتي ما همسك ايفون كموبايلي الاساسي. فقبل بقى ما نتعمق ونغمس في الكلام ده كله، تنزل تحت الفيديو تعمل لايك بتاعك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وكوبايه الشاي بتاعتك، وتعالى بقى نتكلم عن تجربه مستخدم اندرويد تقيل لعالم ابل. وقبل ما نكمل الفيديو بتاعنا، دي معلومه عن سبونسر فيديو النهارده، وهو موقع سنابي. مين فينا ما بيبقاش بيقلب على يوتيوب وشاف فيديو عاجبه جدا وعايزه يفضل معاه على طول، عايز يعمل داونلود الفيديو ده عشان يشاركه على اي منصه ثانيه؟ فدي الفكره بتاعت موقع سنابي. كل اللي انت هتعمله ان انت اما تاخد اليو ار ال او اللينك بتاع الفيديو اللي انت عايز تتفرج عليه، وتخش على اللينك بتاع الموقع اللي موجود في الديسكريبشن بتاع موقع سنابي، وتعمل لصق لللينك ده بالشكل اللي انا عامله في الفيديو، وتعمل داونلود الفيديو باي صيغه انت عايزها باي كواليتي. وكمان لو الفيديو ده عباره عن اغنيه، فمش لازم انت تنزله بصيغه فيديو، ممكن تنزله بصيغه ام بي 3. ده غير ان انت لو مكسل تخش على اليوتيوب على طول وتجيب اللينك، فممكن تعمل سيرش على طول عن طريق موقع سنابي، وكل حاجه موضحه في الفيديو. كمان ممكن تستكشف مميزات اكتر عن طريق الموقع ده، هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت الفيديو. ويلا بينا نرجع للفيديو بتاعنا. اي نعم، في اول كام يوم او اول اسبوع كنت عايز امسك الموبايل وارزعه في الحيطه، ان هو كان متعب بالنسبه لي. كان الحاجات اللي بتاخد معايا جزء من الثانيه في عالم اندرويد او في موبايل الاندرويد كانت بتاخد على الايفون ممكن نقول 30 ل 40 ثانيه، كنت عشان اعمل اجراء معين كان بياخد معايا وقت. وظهرت معايا يعني بعض المشاكل كمستخدم اندرويد بقالي 8 سنين من 2014 وانا بستخدم نظام اندرويد، ودي اول مره اجرب ايفون. واول مشكله واجهتني واللي اي حد بيستخدم اندرويد وراح لابل لاول مره بيقابلها، وهي زرار الباك او الجستشر او الايماء بتاع الرجوع. ابل ما عندهاش ايماء للرجوع منتظم، يعني ابل عندها زرار الباك الاساسي محذوف فوق على الشمال، وده يعني حاجه متعبه جدا ان انت كل شويه تمد ايدك لفوق عشان تجيب زرار الباك والكلام ده كله، ولازم ايدك تسافر من طرف الشاشه في تحت لحد طرف الشاشه فوق عشان تقدر ان انت ترجع او تعمل خطوه للوراء. بس موضوع رخم جدا، وفي حلول ان انت تعمل سوايبس، ولكن سوايبس دي مش منتظمه، ان انت تسحب من الشمال لليمين مش موجوده في كل البرامج، يعني هتلاقيها في كل تطبيقات ابل نفسها اللي هي الرسميه، ولكن في برامج كتير زي انستجرام زي غيره ما بتدعمش الموضوع ده، او بتدعمه في بعض النقاط بس، في حاجه رخمه جدا. في اندرويد يا اما تختار ان يبقى عندك شريط من تحت كده للتنقل وهتلاقي زرار باك، يا اما تسحب من اليمين او من الشمال، والموضوع بسيط جدا. فدي اول حاجه ضايقتني من الايفون وحبيت اشاركها معاكم. تاني حاجه ضايقتني وهي التطبيقات اللي شغاله في الخلفيه. طبعا عارفين في عالم اندرويد ان التطبيقات بتفضل شغاله في الخلفيه، فبتجيب لك الاشعارات بتاعتها بشكل اسرع لو انت بتعمل باك اب لحاجه. في تطبيق انت سايبه في الريف قائمه التطبيقات او في الريسنت ابس شغال، فبيفضل ان هو يستهلك ويفضل موجود في الباك جراوند اللي انت عايزه يفضل موجود في الباك جراوند. عند ابل بقى او في الايفون مفيش الكلام ده، انت تطبيق بمجرد ما خرجت منه او شلته من الريسنت ابس خلاص كده التطبيق كده قفل، وبالتالي مفيش حاجه هتعمل باك اب او هتعمل ابديتس او اي حاجه في الخلفيه غير برامج ابل بس، التطبيقات بتاعت ابل الاساسيه الموجوده في الموبايل. فمثلا لو انت فاتح جوجل فوتوس مثلا او جوجل درايف وبتعمل باك اب لحاجه او بتعمل ابلود لحاجه وخرجت من التطبيق او قفلت الشاشه بس او عملت اي حاجه ان انت بس خرجت من التطبيق اللي بيعمل الاجراء ده، الاجراء ده هيقف. تالت حاجه واللي ضايقتني جدا الصراحه واللي مفتقدها قوي مع عالم اندرويد، وهي تجربه المالتي تاسك، تجربه المهام المتعدده، ان انت تفتح تطبيقين مع بعض في نفس الوقت، تبقى بتعمل حاجه وتفتح نافذه عائمه او فلوتنج ويندو لتطبيق تالت، تفتح 500 تطبيق على الشاشه مع بعض، طبعا كل ده على حسب موارد جهازك. والموضوع ده كان لذيذ قوي في عالم اندرويد. عند ابل بقى مفيش الكلام ده يا حبيبي، هو تطبيق واحد تبقى شغال معاه ومركز معاه. حتى فكره ان هم طبقوا الفلوتنج ويندوز او التطبيقات العائمه لو انت بتتفرج على حاجه فبيكتشر ان بيكتشر، الموضوع شغال نوعا ما ولكن مش مع كل التطبيقات. يعني انا واحد مثلا مشترك في يوتيوب بريميوم، مفيش عندي بيكتشر ان بيكتشر في يوتيوب، مش شغال، لازم ان انا افتح يوتيوب من سفاري عشان او متصفح بتاع الموبايل عشان اقدر اشغل الفيديو كنافذه عائمه على الشاشه. فاندرويد كل التطبيقات بتدعم الموضوع ده، كل مشغلات الفيديو بتدعم الموضوع ده. برضو حته ان انت ما عندكش الفلوتنج ويندو بتاعت البابلز بتاعت الماسنجر، احنا في الماسنجر لما بيجي لك رساله بتروح طالع لك بابل كده او كوره على الشاشه، الموضوع ده مش موجود في الـ
الايفون. حاجه كمان ضايقتني قوي مع تجربتي مع الموبايل لاول وهله وهي الكيبورد العربي، الحروف بتاعته ملخبطه جدا غير اندرويد. هتلاقي عندك مثلا بتاع 6 او 7 حروف اماكنهم ملخبطه، فوانت بتستخدم الموبايل او بتستخدم الايفون لاول مره هتلاقي ان انت ايدك مش واخده على الكتابه السريعه. انا بكتب بسرعه قوي على الكيبورد فالموضوع هياخد منك شويه وقت، ولكن المشكله مش في كده، انت هتتعود. انا اسبوع وتعودت، ولكن المشكله ان انت لما تيجي ترجع تستخدم موبايلك الاندرويد تاني برضو هتهيس. فالموضوع يعني المشكله في النص، ان انت يعني لو بتستخدم الايفون بس مش هتبقى مشكله بالنسبه لك، ولكن لو بتتنقل او بتجرب موبايلات كتير الموضوع هيكون رخم قوي. ولكن عشان ما اضحكش عليكم، الموضوع مش بالسوداويه دي. الايفون مش وحش، الايفون مش أسوأ حاجه في الكون. كل الكلام اللي قلت لكم ده من منطقي كمستخدم اندرويد ومتعصب قوي للنظام اللي انا بحبه لسنوات طويله، ولكن لما تركن تعصباتك وتحيزاتك دي على جنب وتبص للايفون كموبايل، والموبايل ده بيقدم تجربه ممتازه جدا. في البدايه انت ما بتقارنش الايفون بموبايل بفئه متوسطه في عالم الاندرويد او كان ده، لا انت بتقارنه بالفلاج شيبس او الموبايلات الرائده في عالم الاندرويد اللي بتيجي اغلى منه. الموبايلات الرائده اللي في عالم اندرويد دلوقتي اغلى من الايفون، يعني انت ممكن تدفع 3 او 4000 جنيه زياده وحول العمله بالدولار برضو هتلاقي ان في زياده ملحوظه في السعر ما بين الايفون وما بين موبايلات الاندرويد الرائده الثانيه. فناخد بالنا من النقطه دي، بالاضافه لان الايفون كموبايل هو بيعمل اللي بيعمله السمارت فون بالظبط بدون اي تجويد وبدون اي حاجات زياده، هو موبايل كما يجب ان يكون. فمن تجربتي الطويله واللي ما بعتبرهاش مطوله قوي، ولكن ممكن يعني اقدر منها ان انا اطلع النقط اللي عجبتني في الموبايل، هي السلاسه بتاعه النظام. الاي او اس هنا سلس بشكل غريب، بشكل انا مش متعود عليه في عالم الاندرويد، وانا هنا بقول سلس مش سريع. مش لازم الانيميشن تبقى سريعه، مش لازم الموبايل يبقى بيطير معاك، ولكن الانيميشن سلسه ومعموله بروقان كده وبنظافه. الاندرويد لو جبت موبايل اندرويد 90 هرتز او 120 هرتز هيكون طياره معاك، ولكن احنا هنا بنتكلم عن السلاسه، عن السموزنس، عن التجربه الجميله قوي في فتح الانيميشنز والتطبيقات وانت بتتنقل والكلام ده كله، هيدي لك احاله. الموبايل ده فعلا مصروف على السوفت وير بتاعه. واقول لكم بقى على اكتر حاجه ابهرتني في الايفون واللي بخص بيه النسخه الماكس، وممكن النسخه الثانيه تكون بنفس الحوار، وهي البطاريه. الايفون هنا ما بيعتمدش خالص على لغه الارقام. انت لاول وهله لو مستخدم اندرويد وبتبص للايفون 12 برو ماكس اللي بطاريته بتيجي اقل من 4000 ملي امبير في عالم يسوده 5000 وال 6000 وال 7000، واقل موبايل اندرويد ممكن تشوفه دلوقتي في الفئه المتوسطه موبايل بيجي ب 4500 ملي امبير. ولكن اللي اقدر اقول لكم ان الموبايل ده هو الوحيد اللي كمل معايا يوم كامل مع استخدام طبيعي، استخدام مكثف، استخدام بدون اي احساس بالندم او احساس بان انا لازم اسيب الموبايل عشان يكمل معايا اليوم بالبطاريه. انا كان معايا قبل الموبايل ده الاس 21 الترا، جربته لفتره مش قليله والموبايل كان كويس في البطاريه ولكن مش افضل حاجه. الموبايل ما بيكملش يوم كامل بطاريه مع استهلاكك لموارد الموبايل كلها، زي كاميرا، زي استماع، زي مشاهده فيديوز، زي سوشيال ميديا تصفح، وزي عمل المكالمات. الموبايل اخره معاك ان هو يجي مثلا لو انت صاحي الساعه 10 الصبح يكمل لحد الساعه 6 وهيحتاج ان انت تشحن الموبايل. اما الايفون 12 برو ماكس مع كل هذه الملذات واستخدامك التقيل قوي ليه من تصوير ومشاهده محتوى وان انت تستمع لاي حاجه، الموبايل بيكمل معاك يوم مستريح، وكمان بيفضل معايا حوالي 25% في البطاريه. فيعني فكره ان ابل ظابطه السوفت وير بتاعها مع الهاردوير وفي توافق كبير قوي ما بين الاثنين، الموبايل بيقدر يستفيد قوي من موارده، والموبايل بيقدر ينظم استهلاكك للبطاريه، ودي اكتر حاجه بشيد بيها للموبايل ده. الموبايل ده وحش البطاريه من وجهه نظري. وبما اننا اتكلمنا على الهاردوير فهكلمكم عن نقطه الهاردوير. الموبايل هنا بيقدم احسن تجربه من حيث الكاميرات من وجهه نظري جربتها في حياتي. الموبايل يعني فكره الهاردوير معمول بالظبط، فانت وانت بتتنقل ما بين الكاميرات مثلا وتوافق الهاردوير والسوفت وير هتحس ان هم كلهم كاميرا واحده وانت بتعمل زوم. دي حاجه جامده جدا، وانت بتصور فيديو لو نقلت ما بين الكاميرات في ترانزيشن كده سموز وبسيطه وسلسه، وانت بتخرج من الكاميرا وانت بتفتح الكاميرا الاماميه وترجع الكاميرا الخلفيه، وانت بتتنقل ما بين تطبيقات النظام وما بين التطبيقات الثانيه، كل ده سلس وبسيط. برضه حاجه خدت بالي منها وانت بتستخدم جوجل مابس او اي تطبيق للنافيجيت وانت بتلف يمين وشمال وبتتحرك، بيلقط حركتك يعني بالسحتوفه كده، عارفين الجيروسكوب ومستشعرات التقارب ومستشعرات مش عارف، كل السنسورز بتاعه الموبايل بتخدمك بالظبط، تخدمك يعني بصوا 100% بيرفكت. من الحاجات اللي عجبتني قوي في الموبايل واللي متمسك بيها بشكل كبير واللي بستخدمها بشكل مكثف قوي هي السايلنت سويتش، ان انت بتحول الموبايل لسايلنت بتكه واحده،
مش زرار، لا هو سويتش كده تكه كده بتقفل وبتفتح. والسويتش ده انا اول تجربتي ليه كانت مع موبايلات ون بلس، واصلا ون بلس مقتبساها من ابل في الايفون بتاعها. وحاليا انا مع الموبايل ده يعني انا عجباني اكتر من ان انا افتح الموبايل واخش على شريط الادوات او الاختصارات واعمل الموبايل سايلنت او ان انا اوطي صوت بتكه زرار واحده. وحتى شاشه الموبايل مقفوله بتحول الموبايل من ان هو في وضعيه الرينج او ان هو يرن او يفايبريت لوضعيه السايلنت، السكوت التام، الهدوء. من التفاصيل الصغيره برضو هي الهابتك فيدباك، الاحساس او الفايبريشن او الهزه اللي بتحصل مع كل حاجه بتحصل في الموبايل. فالرنه بتاعت الموبايل غير صوت الفايبريشن بتاعت النوتيفيكيشن، غير الزنه بتاعت المنبه، غير الزنه وانت بتقلب في التطبيقات، وانت بتقلب في ترس، وانت بتعمل اي حاجه، وانت فاتح التايمر. كل تكه او كل احساس ليه تجربه ممتازه. وجربت موبايلات اندرويد كتير الصراحه، وكلهم بيقدموا تجربه هابتك فيدباك كويسه، كموبايلات هاي اند زي موبايلات سامسونج سلسله الاس او النوت، موبايلات ون بلس، ولكن مفيش شركه بتقدم تجربه هابتك فيدباك او تابتك انجن جوه الموبايل زي الايفون الصراحه. يعني دي حاجه مفيش حد يقدر يختلف عليها. من الحاجات الجامده جدا برده مع الايفون هي الاكسسوارز الكتيره، تقدر توفر اكسسوارز بشكل جبار قوي للموبايل، ومش لازم انت تدفع اسعار كتيره لان هو ليه شعبيه جامده، فبالتالي شركات كتير قوي بتعمل له اكسسوارز. فعندك الاكسسوارز من اول 20 جنيه لحد 1000 جنيه او اكتر من 2000، يعني لحد 10000 جنيه كمان لو هنتكلم على الاكسسوارز كسماعات والكلام ده كله. ولكن كجرابات وكسكرينز والكلام ده كله كل الجودات متاحه وكل الاسعار متاحه. فانت لو اتزنقت في اي اكسسوار اي محل تخشه هتلاقي اكسسوار الايفون بتاعك، ودي حاجه جامده قوي. طيب في حاجه كمان الناس كانت متضايقه منها قوي، انا كنت اول واحد، ان مفيش اب درور او مفيش درج تطبيقات في عالم الاي اس. لا، اكتشفت ان في درج تطبيقات في الاي اس 14 وشغال بشكل كويس جدا، ومقسم لك التطبيقات وتقدر تسرش وتقدر تقلب في التطبيقات عن طريق الاسم بتاعها، والموضوع لذيذ جدا. وعندك الصفحات الرئيسيه الخارجيه على نظام الاي اس القديم العادي خالص اللي احنا عارفينه، وكمان تخصيصات كتير زي ان انت تقدر تخفي او تعمل ديسيبل لصفحه ما بكميه تطبيقات ما وتظهرها لما تعوز، وتقدر تعدل كل حاجه بقى مع نظام الويدجتس او التطبيقات او الويدجتس الجديده اسمها ويدجتس الجديد اللي ابل حاطاه في الاي او اس 14. كل ده شغال زي ما الكتاب بيقول. بالاضافه لحركه كده اكتشفتها لو انت بتسكرول كده، هو اي نعم السكرول هنا مش اجمد سكرول وانت بتقلب كده بتسحب على الشاشه، عالم اندرويد السكرولينج فيه اسلس شويه، ولكن الاي او اس ممكن نقول ان هي مساله تعود، يعني كلها ثقافات مختلفة. لما بتيجي تسكرول هنا ونزلت لاخر الصفحة وحابب تطلع لاول الصفحة مش لازم تسكرول كل ده تاني، لا تدوس على شريط الاشعارات هينقلك لاول الصفحة او لاول الابليكيشن من غير اي مشكلة. فانت كده عندك كمية تخصيصات كتيرة. وكمان هقول لكم يعني في فيديو كده عايز اعمله عن الشورت كاتس بتاعت ابل، يعني في ميزه جديده اسمها شورت كاتس بتخليك تعمل حاجات كتير قوي كنت ممكن تعملها في اندرويد عن طريق الروت والتطبيقات المعدله اللي مش امنه، هنا بعملها من غير اي مشكله وبشكل رسمي، يعني من غير اي تلاعب باي حاجه. حاجه جامده قوي ان انا بحمل الفيديوز والصور من انستجرام بتكه، بحمل الستوريز، بعمل حاجات جباره جدا كلها عن طريق تكه واحده، وكل ده بشكل رسمي. هعمل لكم فيديو مخصوص عن كميه الشورت كاتس الكتير قوي اللي موجوده لكل حاجه واي حاجه حرفيا. لو عايزين اعمل فيديو عن الموضوع ده اكتبوا لي في الكومنتس تحت الفيديو. نرجع بقى للنقطه بتاعتنا وهي الشاشه الكبيره. لا انا كنت هتكلم عن الشاشه الكبيره، والناس بتقول لك ان شاشه الايفون كبيره ولازم تطلع لفوق بايدك، انت بس تسحب من تحت كده لتحت كده على طول، وانت في اسفل الموبايل في اسفل الايفون كده من اسفل الشاشه لتحت كده سوايب واحده، هتقسم الشاشه نصين وهتعمل حاجه زي الوان هاند مود اللي موجود في الاندرويد، اللي هو تستخدم الموبايل بايد واحده، هتقرب لك قوي. انا حاسس ان الموضوع هنا متطبق بشكل افضل بكتير من الاندرويد. بقى الايفون واخد نص الشاشه الواجهه او التطبيق، فتقدر انت تتحكم بيه بكل سهوله وسوايب لحد فوق او سوايب لفوق بس هتلاقي كل حاجه رجعت زي ما كانت. ففي النهايه هل الايفون وحش؟ هل الموضوع بهذا السوء؟ لا خالص، الايفون انا شايفه من افضل الموبايلات اللي نزلت في 2020 في نهايه السنه، وافضل الموبايلات اللي هتكمل معانا لحد نزول الاصدار اللي جاي. ومع نزول موبايلات كتير قوي مازال بينافس، ومازال يعتبر اكتر تجربه انا شايفها متكامله من كل النواحي، وده لو انت ما عندكش اي تعصب من اي نوع. لكن لو انت مستخدم عايز نظام اندرويد قشطه، لكن لو انت عندك تصالح مع الذات فالايفون 12 برو ماكس انا شايفه تجربه ممتازه جدا، وعالم الاي او اس مازال في جعبته الكثير، يعني كل ابديت الدنيا بتظبط. بس دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوها في كومنت تحت الفيديو ده. وحقيقه انا مبسوط قوي ان انا عملت الفيديو ده وشاركتكم تجربتي الجديده لعالم الاي او اس. وطبعا لسه ما عملتش لايك فاعمل لايك من تحت الفيديو، واعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس، وكان معاكم عبد الرحمن الهواري، اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.